أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج صوتكم مهم الذي تطلقه شبكة وطن الإعلامية من محافظة جنين. سنتجول خلال هذا البرنامج في محافظات الوطن لسماع صوت المواطن، الصوت المغيب في كثير من الأحيان. سنستمع إلى القضايا والمشكلات وسنحاول تقديم الحلول من واقع التجربة والاحتياج. في حلقة اليوم نناقش أبرز المشكلات والقضايا الملحة في محافظة جنين من حيث الآثار والأسباب وما هي الحلول القابلة للتطبيق من وجهة نظر المواطن في جنين. تعاني محافظة جنين من تحديات عديدة، حيث تعتمد في اقتصادها على الزراعة والتجارة بشكل أساسي. ومنذ سنوات عديدة يتراجع اقتصاد المدينة المعتمد على الإنتاج الزراعي الذي لا يستطيع المنافسة في ظل سياسة السوق المفتوح وغياب الدعم والحماية للمنتجات الزراعية والمزارعين، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع الزراعي، وتحديداً بعد إنشاء مناطق أمنية عازلة في عدة مناطق كعنين ويعبد ومرج بن عامر. وفي الجانب التجاري سبب إغلاق الحواجز ومنع المتسوقين من مواطني 48 إلى تراجع الحركة التجارية، ما أدى لخسائر مادية كبيرة. فيما ارتفعت نسبة البطالة في المحافظة بعد أحداث 7 أكتوبر والحرب على قطاع غزة، الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية، ما جعل البحث عن حلول سريعة لإنقاذ الوضع العام في المحافظة اقتصادياً واجتماعياً ضرورة ملحة. صوتكم مهم، لذلك نستضيف المواطن كي يطرح القضايا بكل جرأة ومصداقية، كما نستضيف المسؤول كي يجيب على كل التساؤلات. نرحب في هذه الحلقة بمحافظ جنين كمال أبو الرب ومديرة التخطيط والتنظيم في مديرية الحكم المحلي في محافظة جنين سهير نعجي، ورئيس الغرفة التجارية في المحافظة عمار يعيش. كما أرحب بضيوفنا الحضور وهم ممثلين عن العديد من القطاعات الحيوية في المحافظة. أهلا وسهلا بكم جميعا معنا في هذه الحلقة. أرحب أيضا بزميلتي أزهار خلف التي تشاركني في تقديم هذه الحلقة، ونبدأ معك أزهار في استطلاع وطن، تفضلي. شكرا لك نزار، وأهلا وسهلا بالحضور الكرام. ورح نبلش حلقتنا اليوم باستطلاع رأي أجريناه عبر موقع وطن للأنباء، وفي سؤال استطلاعنا لليوم بيحكي: برأيك ما أهم التحديات التي تواجه المواطنين في محافظة جنين؟ وكانت النسب الإحصائيات كالآتي: التراجع الحاد في الوضع الاقتصادي كان بنسبة 23%، ونقص خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية كانت بنسبة 9%، بينما حفظ الأمن والسلم الأهلي كان بنسبة 68%. شكرا أزهار، نبدأ معك محافظ جنين. يعني النسب لافتة، وتحديدا قضية حفظ الأمن والسلم الأهلي بنسبة قرابة 70%، برأيهم هذه المشكلة الأساسية التي تواجه محافظة جنين. نعلم أنه حفظ الأمن أو غياب الأمن بسبب الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة لمحافظة ومدينة جنين بشكل عام، ولكن ماذا عن قضية غياب السلم الأهلي؟ ما هي الأسباب الرئيسية وراء هذه القضية؟ أولا الله يمسيكم بالخير الجميع، وبشكركم على هاي البرنامج. حدث 55 يوم في محافظة جنين لم يدخل الجيش الإسرائيلي إلى المحافظة، وخاصة إلى مخيم جنين ومدينة جنين. كان هناك استقرار، نظمنا الأسواق، الأمن كان يعني متواجد في كل مكان، في تعاون بدأنا في الازدهار الاقتصادي، حتى في محلات تجارية تم افتتاحها، ولكن هذا العمل لا يروك للإسرائيليين. مباشرة أول ما نظمنا الأسواق وبدت الأمور يعني ترجع لوضعها الطبيعي، والناس يعني تفهمنا وضع السوق، خاصة
بعد ما تم طرد آلاف من العمال من العمل قصرا من داخل أراضي 48 وأصبحوا يعني بدون شغل. تعرف هذا الإشي كدس المواطنين وكدس إنه بدهم يشتغلوا في بسطات وبدهم يعتدوا على الشوارع ويعتدوا على باب المحلات. والحمد لله كنا احنا مع القطاع الخاص مع شباب التنظيم خاصة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مع المؤسسة الأمنية كلهم شركاء إنه كيف احنا بدنا مع بلدية جنين طبعا كيف بدنا نضبط هذا الوضع في الأسواق. ولكن هذا الموضوع لم يرق للإسرائيليين إنه احنا فعلا نقوم بهذا الدور وصار هناك ارتياح شعبي للمتسوقين وللناس وللتجار. حتى واحنا يعني بنلف على التجار وعلى المحلات وعلى البسطات وبكل أدب وأريحية إنه احنا يا عمي جايين هون بدناش نقطع رزقكم، احنا بدنا انتو تبعدوا شوي إزاحة عن الشوارع واعتداءات باب المحلات والشوارع. وهذا لا يعني الإزاحة لا يعني انك انت احنا بدنا نعطيك شرعني لهاي البسطة. حتى يتم انتهاء من الوضع القائم سيكون هناك تنظيم للبسطات ومكان. سنتناول هذه القضايا في سياق هذه الحلقة. أنتقل إليك يا أستاذة سهير، ما هي أبرز مظاهر يعني الفوضى الموجودة في محافظة جنين إنجاز التعبير؟ يعني الاستطلاع يشير أنه قرابة 70% بأكدوا أنه السلم الأهلي يعني في العديد من المشكلات هنا في المحافظة. ما هي أبرز هذه المظاهر المنتشرة برأيكم؟ يعني في بالنسبة إنك حكم محلي إحنا منتبه كمان أعمال البلديات جميعها في محافظة جنين، ومشكلتنا إنه إحنا بنتعامل مع كل المواطنين. ليه؟ لأنه المواطنين بتعاملوا مع البلدية وإحنا بنشرف عليهم بهاي المرحلة. هلأ يمكن شوي في شغلة الاعتداءات على الأبنية مثلاً أو المناطق الزراعية وهيك في صار عنا شوية اعتداءات، بس إحنا بنحاول إنه هل هي نسيطر في المحافظة أم لا بنحاول نسيطر عليها قديش بنقدر إحنا بالتعاون مع البلديات وإحنا بنتبع معهم. في شكاوي طبعاً الناس على بعض، يعني مرات بكون حتى أخوي بيشكوا على بعض، بس احنا بنحاول نتبعها ونشوف مين اللي معاه الحق. احيانا بيجي شكاوى على البلديات برضه كمان، هاي احنا بنتبعها وندرس الشكوى اول باول ومتبع هاي الامور، يعني انه ما نكونش ظالمين لا للمواطن ولا للبلديه وضمن الوضع اللي احنا عايشين فيه. انتقل اليك يا استاذ عمار ابو بكر رئيس الغرفه التجاريه. عندما لا يشعر المواطن بالامن، الامن الشخصي في المحافظه نتيجه الظروف المختلفه، نتيجة كما قال المحافظ وكما قالت الأستاذة يعني موضوع الاقتحامات وموضوع المخالفات، موضوع مختلفة ومتشعبة، كيف يؤثر كل ذلك على الوضع الاقتصادي داخل المحافظة؟ يعني اطلع في البداية وشي يعطيكم العافية، لا شك موضوع السلم الأهلي بهمش، يعني سألته أمي بس أنا بعرفش، يعني رأيي أنه السلم الأهلي موجود في محافظة جنين. بالعكس بالفترة السابقة كان هناك حل عدة مشاكل قديمة ودم تم حلها في هاي المرحلة. نعم. ما في عندنا كثير مشاكل حسب ما موجود في التقرير، بالعكس يعني هذا استطلاع للرأي العام. يعني استطلاع للرأي العام السلم الأهلي يعني كل يوم في مشاكل وفي ذبح وفي يعني القصد إنه ما في عندنا هذا الحكي. في سيطرة مجتمعية وسيطرة أمنية طبعا محدودة بسبب الظروف الحالية، لكن ما في عندنا كثير إحنا فوضى في السلم الأهلي. الفوضى الموجودة اللي مسببها الاحتلال، جرف الشوارع، تدمير الشوارع بيأثر على الاقتصاد، إغلاق الحواجز على جنين ودخول أهلنا من الداخل حتى دخول أهلنا من المحافظات الأخرى، هذا الشيء اللي مأثر بهاي المرحلة. أيضا هناك ضربة أيضاً اقتصادية كبيرة أيضاً غياب القانون وغياب القضاء أيضا هو له تأثير كبير في المرحلة هاي. اليوم المشاكل اللي ممكن تحصل بين الناس في موضوع إرجاع الشكات، في موضوع المشاكل الداخلية، إحنا اليوم بدنا نحاول ندور على علاج مستقبلي حتى لا يكون هناك تراكمات ويكون هناك عن جد مشاكل وتوصل لقضايا السلم الأهلي. لكن إحنا ما وصلنا الحمد لله، التكاتف الاجتماعي موجود والناس لسه بعدها بخير بينها وبين بعض، لكن مفروض إحنا نحط نقاط حتى نحافظ عليها بين المرحلة، لأنه إحنا اليوم من 7 أكتوبر لليوم الحالة الاقتصادية صعبة، لا شك إنه في نسبة عالية في رجوع الشكات، في جزء من المحلات أغلقت، في جزء من القطاعات التجارية تأثرت بنسبة 80% و90%. نعم. قطاع العمال وعدم دخولهم للداخل وحتى قطاع العمال الداخلي،
كل هاي القضايا ممكن لقدام كل هاي القضايا ضربت الاقتصاد. إذا المفروض إحنا نحاول نعزز الأمن والأمان، نعزز القضاء. ومن فترة بنحكي عن موضوع القضاء والمحاكم كيف ممكن يتم ترتيبها، زائد وجود الجهات والسلم الأهلي والناس الخيرة اللي بتحاول تحل المشاكل بعيد عن الشرطة بعيد عن القضاء، هاي برضو في دور للمجتمع المحلي فيها. كل هذول المحاور مفروض ندمجهن في هاي المرحلة، لأنه إحنا بحاجة إليهن في ظل ظروف صعبة قاعدين منعيشها. جميل، أنتقل الآن إلى زميلتي أزهار كي يعني تشاركنا بآراء الجمهور المشارك معنا في هذه الحلقة حول المشكلات الرئيسية التي تواجه محافظة جنين. تفضلي أزهار. شكرا لك نزار. يعني فيها فقرتنا هلا رح نتابع استطلاع رأي كمان مداخلات للجمهور يعني حول أيضا تعقيب آرائهم حول يعني آراء المسؤولين. نبدأ معك، تعرفين عن حالك؟ صمود نزال، عضو مجلس بلدي جنين ورئيسة جمعية فلسطين للأيتام والمحتاجين. أنا بدي أرد على استطلاع الرأي بالأول. يعني أنا طلعت 68% على موضوع حفظ الأمن والسلم الأهلي. أنا بدي أحكي بنقطة كتير مهمة، جنين مش من 7 أكتوبر بتعاني. جنين إحنا إلنا سنتين بالضبط قبل 7 أكتوبر أو 3 سنين قبل 7 أكتوبر منعاني في جنين من بعد الكورونا مباشرة، بلشت الأحداث السياسية بجنين. لو بدنا نيجي نحكي عن الأمن بجنين، بالعكس يعني الوضع أنا بعتبره جدا ممتاز بجنين. العايش في موجود في جنين وعايش في الشارع وفي المؤسسات وبين الأفراد بعرف قديش إحنا عنا موجود الأمن في جنين ومش متغيب أبدا. النقاط الثانية اللي بتتبع التقرير اللي أنتوا عاملينه بخصوص الصحة والتعليم، الصحة والتعليم هذا مش مسؤولية المجتمع الجنيني، هذا مسؤولية الحكومة ومفرغ منه. يعني التعليم بتأثر بالحدث السياسي، بس كأي عملية تطوير موجودة بالشارع هاي مش مسؤولية محافظة جنين. الوضع الاقتصادي هي أصلا مربوطة بالأحداث اللي من 3 سنين موجودة بالبلد، إنه إحنا من 3 سنين بالبلد منعاني. البنية التحتية تدمرت، الاجتياحات لجنين هي من 3 سنين، كل ما يفوت الجيش على مدينة جنين تقريبا بيكلفنا كل دخول للاحتلال حتى لو كان نص ساعة بحدود 50,000 شيكل دمار بالشارع. هذا الحكي صار متراكم من 7 أكتوبر، صار عملية التخريب صارت أكبر، صار بالشارع في عملية يعني تدمير للمياه والتدمير للصرف الصحي وشبكات الكهرباء. بس هذا الحكي موجود أصلا من 3 سنين بجنين. وأنا بأكد على موضوع الأمن بأنه فعلا موجود بجنين الأمن، وأنا بتمنى على الناس وعلى كل من خلال يعني تلفزيونكم غياب الأمن عن الشارع. لو غايب الأمن عن الشارع أنت بتلاقي جنين بهذا الوضع. أنا بعتبر محافظة جنين وما زالت محافظة مثالية. شكرا لك. لنتابع نشوف وجهات نظر تانية. ماذا عن قطاع الصحة؟ تفضل عرفنا عن حالك. الدكتور صالح زكارني، طبيب مدير صحة جنين سابقا. أنا بدي أحكي بالنسبة للوضع الصحي بشكل عام في فلسطين وبشكل عام بجنين، وبدي أحكي شوي عن الإيجابيات والسلبيات والمتطلبات. يعني بالنسبة للوضع الصحي في جنين، الوضع الصحي في جنين بقدر أحكي بشكل عام إنه وضع مقبول، بشكل عام وضع مقبول. ومش مقبول، ممتاز على مستوى الرعاية الصحية الأولية. فالخدمات الصحية تكاد تكون موجودة ومنتشرة في جميع التجمعات السكانية كالمراكز الصحية والعيادات الطبية والعيادات المتنقلة اللي بتروح على المجمع على التجمعات البدوية. العجز الحاصل عندنا بالقطاع الصحي والأساسي هو في المستشفى، على مستوى المستشفيات، حيث أن هناك نقص في بعض التخصصات الطبية كالتخصصات الجراحية كالجراحة الأوعية الدموية، جراحة القلب، جراحة الأعصاب، أمراض الأورام، العلاج الإشعاعي. وكذلك في عندنا مشكلة بنقص الكوادر الطبية. هناك، والأخ كمال والأهل جنين بشكل عام كلهم، هناك ضرورة ماسة لتوفير هذه الخدمات.
أكثرية المرضى والجرحى يفارقون الحياة ويموتون على الطرقات في طريق تحويلهم لمستشفيات أخرى، والبعض يموتون داخل مستشفياتنا المحلية حيث أنهم يكونوا بحاجة إلى تدخل سريع وعاجل غير متوفر. ولنكتفي بهذا القدر من المداخلة، هل هنالك مداخلة أخرى من قبل الجمهور؟ تفضل بالبداية عرفنا عن حالك ووقف إذا ممكن. السلام عليكم، محمد عابد، موظف في وزارة الزراعة، مدير محطة بيت قاد الزراعية. صحيح أنا صحيح عندي مش مداخلة بقدر ما هي أسئلة بدي أوجهها لسيادة المحافظ وللأخوة على المنصة الحضور. أول شيء بالنسبة للتعديات الزراعية على الأراضي الزراعية، تعرف مشكلة قائمة في كل الوطن تقريبا، هذه سببها ممكن جزء من اللي عملوه في تقريرهم إخواننا انعدام، جزء من انعدام الأمن اللي هي خطة. هل هناك، بدي أسأل، هل هناك في خطة للتعديات على الأراضي الزراعية من قبل الحكومة حتى نقلص من هذه التعديات، وكيف يمكن التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على الأراضي الزراعية؟ في عندي كمان مداخلة ثانية بتخص الأخوة في الغرفة التجارية برضو بما يخص الزراعة. احنا بنعرف انه محافظة جنين هي محافظة زراعية، اللي بدي أسأل انه في إطار التعاون بين المؤسسات التجارية والمزارعين في محافظة جنين، كيف ترون دور الغرفة التجارية في تسويق المنتجات الزراعية داخل اللي من داخل المحافظة؟ هل هناك في خطط أو مبادرات لدعم المزارعين في تسويق هذه المنتجات وتحسين جودة الإنتاج؟ هل هناك توجه للتعاون مع الأسواق المحلية أو حتى الدولية لتوسيع نطاق التوسع في المنتجات الزراعية؟ شكرا لكم. ولنتابع أيضا إذا كان هنالك أيضا مداخلة أخرى. رؤى الفايد، مديرة هيئة العمل التعاوني بمحافظة جنين. لا شك أنه الظروف الاستثنائية اللي بتمر فيها محافظة جنين ظروف صعبة، ولكن السلطة الوطنية الفلسطينية هي بتحمي وبتعزز وبتسند القطاعات الموجودة من خلال الجمعيات التعاونية، اللي هي الجمعيات على سبيل المثال الجمعيات الزراعية. الجمعيات الزراعية في محافظة جنين بحكم إنها محافظة جنين هي أغلب أراضيها زراعية، فمن خلال القطاع الزراعي وضخ ودعم الجمعيات الزراعية بتوفير سلة غذائية كاملة لكافة شرائح المجتمع، بالإضافة لجمعيات الإسكان. لما إحنا نقدم دعم وإسناد لجمعيات الإسكان كدورنا كهيئة عمل تعاوني، بالتالي إحنا منحافظ على الأرض، منحافظ منعزز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، بالتالي كمان بنعمل من قلل كمان المواجهات اللي بتصير، موضوع هدم المنازل لمنازل الشعب الفلسطيني وبتحديد محافظة جنين. كمان موضوع التراخيص، منقلل من موضوع التراخيص، المعيقات اللي بتكون على التراخيص، لموضوع البناء. فموضوع الجمعيات التعاونية مهم جدا. إحنا كدورنا كهيئة عمل تعاوني، الدور الإرشادي، الدور الرقابي المالي والإداري، وتوجيه الجمعيات التعاونية، توجيه الجهات المانحة لضخ المنح حول الجمعيات التعاونية. شكرا جزيلا لك. لنكتفي بهذا القدر حاليا من المداخلات لحتى هذه اللحظة، ولنتابع أيضا ونشارك لكم يعني العديد من الأراء والاستطلاعات الرأي. وفي استطلاع الرأي أجراه وكالة وطن وفريق العمل مع المواطنين في مدينة جنين، لنتابع. نعاني من الكهرباء ومن الصحة ومن كل أشكال الحياة، فيش حياة يعني، ولا حدا بيساعدنا ولا شيء. الله بيساعدنا، بس مش معقول نضلنا نقول الحكومة هي الحكومة عاجزة إنها توفر، وشغل ما فيش وعمل ما فيش ولا في أي شيء بخص الحياة. أنا كصاحب أرض يعني من المستحيل بالوضع الراهن هذا إنه يكون إني أقدر أستثمرها بشيء أو بمشروع أو ببناء أو بأي شيء أستفيد منه يعني، اللي ولا الآخرين يعني، شايف؟ بسبب يعني وجود المكره الصحية. من 9 أشهر وجاي يعني بلا مؤاخذة الناس أفلست، كانوا عمال يشتغلوا بإسرائيل جوات الخط الأخضر، كان واحد يأخذ 300-400. اليوم قاعدين الناس بتجنبز وبيهم الجنبز، يعني قاعدين بيشتغلوا 70 شيكل باليوم أو 370 شيكل. هذول 70 شيكل شو بنساوي هذول؟ اللي عنده عيلة شو بنعمل فيها 70 شيكل؟ محلات تجارية بتبيعش باليوم 1000 شيكل، إذا كنت تبيع 20,000 شيكل 15,000 شيكل. الوضع حاليا كتير صعب، مش شوي. التجارة
اقتصاد، فيش اقتصاد فيش تجارة، الواحد بدور على شغل بدور على شغل مش لاقي شغل، عشان الاقتصاد فيش اقتصاد، الناس صارت تيجي على جنين. حاليا انا بني ادم شاب متصاوب جريح، انا كنت مسجون صار لي سنة تقريبا متصاوب، زي ما شايف مبطورة ايدي اليمين، بس على حد الان لطرف صناعي. اكثر اشي يعني بشوفه مشاكل الاولاد اللي الخوف لما يفوت الجيش، برضو الحالة النفسية اللي هم فيه، صار أكثر إشي فيه صار عندهم عنف، يعني عنف لفظي عنف جسدي، وفي منهم صاروا حالات انطواء عندي مليان، ما بحبوش يلعبوا ما بحبوش يشاركوا زملائهم. يعني المفروض إنه يعني في جهات توفر أدوية للناس المحتاجين، للناس اللي هي بدها تيجي تتعالج، لأنه الأغلب معوش إمكانية يدفع لدكتور يعني كشفية 50 أو 60 أو 70 شيكل. لا شوارع لا مي لا كهرباء لا إشي، ولا في إشي، دمار المخيم، دور مهدوم، أضرار، يعني إنهم يتدخلوا بالمخيم يجوا يشوفوا يعالجوا المشاكل هاي. الأطفال كلهم برعب، عايشين في رعب، يعني شو بدأ يعني كلت العمل، يعني وضعنا مأساوي مأساوي. الله يعين أهل غزة، يعني لازم يوجدوا لنا مكان شغل، الواحد يعني وسيلة شغل اللي الواحد يقدر يعتاش منها، يكون يعني لعائلته لأهله. حالة عدم استقرار، حالة إنه اليوم مش عارف بكرة شو بده يصير أو بعد ساعة شو بده يصير، حالة التوتر والقلق هاي بتأثر على نفسيته وعلى حياته وعلى شغله وعلى كل يعني مجالات الحياة. مفترض إنه كل عائلة فلسطينية اليوم متضررة تكون هي هدف للحكومة وهدف للمجتمع المدني يساعدها ويساندها بكل المجالات بكل الطرق. برجع وأقول مشكلتنا اليوم الحاجة صارت كبيرة. أنت بتحكي على مخيم، صار مخيم وجنين وقراها، يعني ما حصرنا المشكلة في المخيم بس، صارت الوضع كبير، فكله لازم تكاتف الجهود عشان نطلع بإشي أقل، يعني ما بنقول يعني أقل ما يمكن ننقذ الموجود. يعني تكاتف الجهود بالمجتمع المحلي والسلطة والأمور هاي يمكن يزيدوا عدد مثلا المساعدات الاقتصادية، الأدوية، الأمور هاي، أنه الدول المانحة يساعدونا، مثلا المؤسسات الخارجية يساعدونا الداعمة. يعني الكثير من القضايا بالغة الأهمية التي طرحت سواء في الاستوديو هنا أو في القاعة أو من خلال المقابلات التي أجريت قبل قليل وشاهدناها. نبدأ معك محافظ جنين، واحدة من أبرز النقاط أو الملاحظات قضية الواقع الصحي والطبي في محافظة جنين، يعني كما جاءت الملاحظات نقص في الخدمات الطبية، نقص في خدمات جراحة القلب، الأوعية الدموية، الأورام، العلاج الإشعاعي، نقص في الكوادر الطبية. السؤال، ماذا فعلتم منذ توليكم مهمة المحافظ ولغاية اللحظة من أجل تطوير هذا الواقع الصحي في المحافظة؟ الله يمسك بالخير. اولا انا بدي ارجع للتقرير لاستطلاع الراي. النسبه اللي انت ذكرتوها بالسبعينات انه فيش امن، هذا بيعني انه الواحد بيستجريش يطلع من بيته، وهذا الحكي لا مش صحيح. بعتقد انه تم توجيه الاستطلاع لناس معينين، يعني بديش اقول لك مقصوده مش مقصوده، بس واقع محافظه جنين عكسي، في أكثر من 80% أمن. نعود إلى السؤال، موضوع النقص الكبير في الخدمات الطبية، ماذا فعلتم من أجل تطوير هذا الواقع الطبي والصحي في محافظة جنين؟ شوف، إحنا أولاً تشرفنا بزيارة سيادة الأخ رئيس محمود عباس قبل 7 أكتوبر وحضر إلى ساحة النصر في مخيم جنين وألقى بيان تاريخي. تشرفنا بزيارة دولة رئيس الوزراء مع بعض الوزراء إلى محافظة جنين وعقد 4 لقاءات. كانت نتيجة اللقاءات حسب ما هو بعث لنا رسائل انه اللقاءات كانت ناجحة بامتياز. طبعا النجاح انا بقيسه مش بمدى حسن الاستقبال والضيافة، بمدى نتائج هذه الزيارة. تمام، ماذا تغير على ارض الواقع؟ نعم، في الواقع الصحي، نعم، والطبي. الواقع الصحي والطبي كلنا نقلنا لدولة رئيس الوزراء انه احنا عندنا مستشفى حكومي واحد، وإذا جرافات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم حفروا الشارع المؤدي إلى مستشفى جنين أو وقفوا آلية عسكرية على شارع حيفا، بيخرج مستشفى ابن سينا والهلال الأحمر ومستشفى الحكومي وجمعية أصدقاء المريض كله بيخرجوا عن الخدمة. بالتالي إنه إحنا يجب أن يكون هناك مستشفى ثاني حكومي آخر خارج حدود مدينة جنين. هل تلقيتم أي وعود تطمينات بهذا الموضوع؟ رح نوعدكم بإذن الله، مش وعود، لأنه أنا شفت دولة رئيس الوزراء
إنسان دمث وصادق معنا، حتى والوزراء اللي بيجوا عندي يعني على بشكل مستمر على المحافظة وعدونا كثير بشغلة إيجابية، وبإذن الله تعالى راح نبشر محافظتنا بإشي إيجابي مكتوب مرسوم من سيادة الأخ الرئيس محمود عباس بخصوص الموافقة على إنشاء مستشفى حكومي ثاني بأقرب وقت ممكن. هل هناك فترة زمنية محددة لإنجاز هذا المشروع في المحافظة أم الموضوع مفتوح يعني؟ لا بإذن الله وقت قريب جدا، يعني إحنا ما ما في تحديد للزمن فترة زمنية. لا لا لا، إحنا سيادة الأخ الرئيس محمود عباس كل الأمور موجودة عنده قبل لا يطلع على تركيا ويلقي الخطاب التاريخي اللي احنا كلياتنا. ولكن تبقى المشكله في موضوع الكوادر الطبيه. نعم صحيح، احنا في عندنا نقص اللي تفضلوا فيه الاخوان واللي سالوا سؤالهم مهم بنقصنا. طبعا مش مثل ما تفضل الدكتور انه في كثير الناس ماتت وهي بالمستشفى او ننقلها على المحلات الثانيه، اول مره بسمع فيها يا دكتور صالح، بس ممكن يكون في تاخير بوصول لانه في عندنا نقص بالكوادر الطبيه في مستشفى جنين الحكومي والمتخصصين. بالتالي هي رساله اليوم لوزاره الصحه من اجل حل هذه القضيه. نعم انا معك انه احنا وزاره الصحه وزير الصحه لازم يكون ينظر عين الاعتبار. نعم. احنا مش لانها جنين، لانه حاجه جنين، لانه عدد الاقتحامات لمحافظه جنين وصلت 2063 اقتحام. نعم. ونشاط بعد 7 اكتوبر. تمام، سنتابع هذه القضايا. اريد الانتقال الى السيده سهير. يعني كان في سؤال من احد المشاركين حول التعديات على الاراضي الزراعيه، وهذا موضوع منتشر بشكل كبير في محافظه جنين، ماذا فعلتم من اجل وضع حد لهذه المشكله على ارض الواقع؟ يعني صراحه انا بضم صوتي للاخوان انه فعلا احنا عندنا كنز في جنين اللي هي الاراضي الزراعيه، المفروض احنا نستغلها كزراعه مش نستغلها كابنيه، يعني الاماكن اللي تصلح للبناء غير الاماكن اللي تصلح للزراعه. إيه عشان احنا كمان ندعم المواطن المزارع، المفروض كمان الجمعيات الحكومه الكل يدعم المواطن. هلا كتسويق كمان حكوا الاخوان عن التسويق، يعني انا اذا ما دعمت المواطن في الارض عشان يزرعها وينتج منها ويستفيد منها غصب عنه بده يروح يبني مثلا. هل هناك مخالفات اليوم حول طبعاً هذا الموضوع؟ طبعا هذا يعني الموضوع ما بينتهي، احنا متابعينه ووصلنا. وهل المخالفات حازمه في هذا الموضوع وقادره على السيطره؟ يعني تقريبا مش 100%، يعني بقدرش احكي 100% انه احنا مسيطرين على هذا الموضوع. في عندنا ثقافه انه احنا ما بنقدر نهد لمواطن، متعارفين انه الاحتلال اللي بهد. انا حكومة يعني صعب اني مواطن بلش يبني اروح اهد له. وبالتالي المخالفه تبقى قائمه على ارض الواقع. احيانا هيك ممكن نمنع عنه الخدمات او كذا، بنتبعه بدايه. اتفقنا كمان مع البلديات والهيئات المحليه انه يتبعوا المواطن من بدايه ما بلش، يعني احنا كحكم محلي ما بنقدر نلف على كل المجالس والهيئات المحليه كل يوم، وكل يوم في بناء وكل يوم في شغل. هل هو ضعف في الامكانات والكوادر؟ بالضبط، ضعف في الامكانات. يعني احنا عندنا مثلا مراقب ابنيه واحد ما بيقدر يلف على كل الهيئات المحليه. مراقب ابنيه واحد في كل محافظه جنين؟ بالضبط. فاحنا اتفقنا يعني حلينا هاي النقطه في انه تواصلنا مع البلديات والهيئات المحليه، بتشوفوا اي مخالفه عندكم خاصه الاراضي الزراعيه، يعني واحد مثلا معتدي على ارتداده او معتدي على قطعته نفسها، يعني هاي مشكله بتنحل. بس المشكله اللي ما بتنحل فعلا انه اذا هو ببني في ارض زراعيه، الارض الزراعيه دمرها، يعني باعتبار هو مش عارف، يعني باعتبار هون مصلحته. اما احنا بنوجه المواطنين انه لا، الارض الزراعيه للزراعه، الارض بدك تبني لا، يفضل انك تبني في الاراضي المخصصه للبناء، المفروض ترخص قبل ما تبني عشان تعرف. يعني في ناس بيجي بيحكي لك انا ما بعرف انها هاي ارض زراعيه، ما حكوا لي. لا اسال، يعني قبل ما تبني اسال، روح رخص، خذ التصريح للبناء. يعني هيك احنا بنحل مشكلته وبنحل مشكلتنا. احنا بنحاول نتبع مع البلديات في حال انه وجدوا حدا من بدايه الحفر، يعني هو يحفر بلغنا بنقدر نوقفه، بنبلغ الشرطه، بنتعاون بهاي احنا والهيئه المحليه مع الجهات المختصه، بنتعاون معهم انه يوقفوا عن البناء. هلا اذا قدروا يوقفوا قدروا، ما قدروا يعني شو بدنا نعمل احنا؟ بنمنع في النهايه عنه الخدمات وكذا، بس هذا مش حل طبعا. يعني الهدف انه تكثيف التعاون بيننا وبين الهيئات المحليه. نعم. انتقل للاستاذ عمار ابو بكر رئيس الغرفه التجاريه. يعني كان في سؤال من احد الاخوه الموجودين في القاعه والاخوات حول دور الغرفة التجارية في قضية الترويج للمنتجات المحلية هنا في محافظة جنين، ماذا تفعلون بهذا الخصوص من أجل الترويج لهذه المنتجات على المستوى المحلي والمستوى الدولي؟
يعني أنا مشكلتي بحب أدخل بكل شيء. بداية موضوع الصحة لا في تقصير، إحنا أجت حكومة وردت أجت كمان حكومة وهاي كمان حكومة وكمان حكومة وإحنا موعودين بمستشفى ولم يطبق هذا الشيء. يعني على أرض المستشفى الواقع. هو وعد تاريخي إلنا سنين، موضوع المستشفى زي موضوع المنطقة الصناعية بالضبط، إلنا 20 سنة موعودين بمستشفى ولم يكن. أيضا جيت رئيس الوزراء عجنين أنا حكيت وتحدثت في موضوع الكوادر الطبية، كمان أجت حكومة وكمان حكومة وبعدنا موعودين في تطوير الكوادر الطبية. اليوم اللي بده يصور واللي بده عملية واللي بده يصور أشعة واللي يعني طبقة إلى آخره بده دور وبده أشهر. يعني باختصار اللي مالوش واسطة مشكلة بضيع، واللي له واسطة بتمشي أموره. خلينا بلاش نجمل الأمور، نحكي الأمور عن مسمياتها. مفروض يكون في عنا قضايا استراتيجية في جنين. جنين محافظة قدمت وضحت. أنا حكيت مع رئيس الوزراء في موضوع أنه اليوم أنا إذا بدحكي ترى ممكن تحسب مزاودة على الحكومة. إحنا اليوم بمركب واحد، الاحتلال مستهدف الحكومة، مستهدف الشعب، مستهدف الأمن، مستهدف الكل. لكن برضو في قضايا، ليش بعض المدن موجودة فيها وجنين مش موجودة فيها؟ المفروض يكون فيه اهتمام لهذه المحافظة نتيجة الظروف اللي من 3 سنوات إحنا بنحكي جنين منكوبة، جنين بتعيش بحالة صعبة. أنا طلبت من الحكومة إنه بالوقت اللي يكون فيه هامش مفروض يكون فيه اهتمام لهي المحافظة. محافظتنا مش فقط 7 أكتوبر، محافظتنا تراكمت عليها الهم والوضع السيء فيها من كورونا. طلعنا من كورونا كنا في العناية المكثفة تجاريا، طلعنا على الغرف، ردينا رجعنا لمرحلة صعبة بشهر 6 باجتياحاتهم بدخول من يوم النفق، الشباب اللي هربوا من السجن النفق بعد استشهد أخونا الله يرحمه جميل العموري وشباب الاستخبارات، من يوم أحداث جنين توالت وكان الوضع صعب. إذا مطلوب من الحكومة، لا مطلوب منها جهد كبير بصراحة لا لا لجنين. أنا مش بدي أشرح أطلب منهم أكثر من طاقتهم. نعم. أوكي حكيت لرئيس الوزراء إنه اليوم الظرف صعب تكون في مستشفى لأنه فيش رواتب، إذا فيش مال. لكن موضوع الكوادر الطبية لا موضوع مهم، موضوع بالغ الأهمية، موضوع وأساس. إنك تعطي الناس دورها وحقها في موضوع العلاج المهم. صحيح. موضوع نقص الأدوية في الصحة برضو مهم. كثير ناس بتروح تأخذ. نعود لسؤال أحد المواطنين المشاركين معنا عن دور الغرفة التجارية. دور الغرفة التجارية بصراحة. للمنتجات خصوصاً. أنا اللي شايفه بصراحة بموضوع المنتجات الزراعية بالعكس، المنتجات الزراعية أكثر منتجات بالفترة اللي كان فيها صعوبة هي كانت ماشية وكانت موجودة، بالعكس أكثر تسويق كان لبين للمنتجات الزراعية بالفترة السابقة. وفي ناس كثير فتحت أفق برا بالخارج وبتصدر لبرا مثل بعض الشركات، ناش نذكر اسم عشان ما تنحسبش. إنه اللي شايفه انا في موضوع التسويق ما فيش مشكله، فيش تراكمات لا خلينا نقول للخضار في جنين، بالعكس في نقص، وكل ما كان في نقص كان غلاء في الاسعار. فمش شايف انا يعني هي عندنا اخرى باول 9 عندنا مهرجان للعنب، راح يكون تسوق للعنب. كل فتره وفتره بنحاول نتميز نعمل مهرجانات، لكن المزارع والتسويق للمنتجات الزراعيه اللي شايفه انه في عندنا نقص، فيش عندنا، في عندنا زياده ما فيش عندنا زياده حتى السنه. موضوع العنب فيش عنا زيادة، بالعكس في نقص. إذا المنتج الزراعي ماشي، احنا فتحنا كثير معارض برا، كانت لنا زيارات برا لموضوع المنتج الفلسطيني وإنه ممكن نقدر قديش بنقدر نصدره برا، بعد طبعا ما يكون في عنا اكتفاء للمحلي خلينا نقول. بس أنا بجاوب بهذا الموضوع، يعني فيش عنا مشكلة في موضوع المنتجات الزراعية وتسويقها، بالعكس المنتجات الزراعية بالفترة هاي هي اللي كان سوقها مليح وكان أسعارها نعم. نعود مرة أخرى إلى في ظل الظروف نعم. نعود مرة أخرى إلى محافظة جنين. مش بس أحكي عن موضوع المخالفات، المخالفات اللي بتحصل في موضوع ترى كله تراكمات، كله مربوط ببعضه. اليوم أنت بس مش موفر شوارع ومي وكهرباء للناس في الجبال إنها تقدر تبني، صارت الناس وين تتوجه تبني؟ للأرض الرخيصة اللي هي الزراعية. عرفت شو المشكلة الأساسية؟ انت اليوم بتلاقي كثير من البلديات بدها تاخذ منك رسوم كهرباء ورسوم بنا وكل الرسوم، ولكن خدمات مش موجوده، والمواطن اليوم بدفع اغلب خدماته بالدفع المسبق ولكن فيش خدمات ارض الواقع. يعني ستجيب على هذه القضيه الاستاذه سهير نعجه تحديدا على هذه القضيه، ولكن اريد العوده الى المحافظ. يعني في قضيه بلغت الاهميه، احد المواطنين قال بالحرف الواحد ما في حدا بيساعدنا تركنا وحدنا، يقصد موضوع العمال الذين كانوا يعملوا في إسرائيل ولكن تقطعت بهم السبل وفقدوا مصدر رزقهم بعد الحرب.
ماذا فعلت المحافظة لهم؟ هل استطعتم في ظل الإمكانيات المحدودة والضعيفة والأزمة المالية، هل استطعتم تقديم أي شيء لهؤلاء العمال في محافظة جنين بصراحة؟ أولاً يعني فوق العمال، هم العمال اللي من الضفة الغربية أجانا هم جديد، وهو عمال أهلنا في من قطاع غزة اللي طردوهم من الداخل الفلسطيني، وصل عددهم تقريباً 750 عامل، وإحنا لغاية اليوم بقي عنا 157 عامل بيعيشوا بكرامة مثل ما إحنا عايشين. الوضع الاقتصادي والحكومة، إحنا عنا لجنة طوارئ، سميناها لجنة طوارئ خاصة في عمال غزة، ولجنة طوارئ خاصة في العمال اللي تم طردهم. هناك في مبالغ تم رصدها وبعتقد تسليمها للعمال من خلال نقابات العمال، أما المشاريع صغيرة إنه إحنا نفتح للعمال هاي فعلا مش موجودة. فيش إمكانيات مثلا؟ فيش إمكانيات، لأنه واللي أنت بتشوف إنه الفقر زاد بتشوفه من خلال البسطات والعربيات الموجودة في الأسواق والتعديات على الشوارع. ولكن ألم تستطيعوا تقديم مساعدات عينية، أغذية، مساعدات يعني مثل هذا القبيل؟ لا، في عندك شغلة مهمة، إنه إحنا في شهر رمضان كل الجمعيات وعلى رأس سيادة الأخ رئيس محمود عباس بودونا طرود غذائية، حتى عندنا 10 بنوك، بنك واحد اللي قدم لنا 630 طرد، في عندنا جمعية الهلال الأحمر قدمت، أختنا صمود نزال في جمعيتها، في كثير من الجمعيات اللي قدموا للعمال، طبعا كان محسوب حساب أهلنا العمال اللي تم طردهم. في كشوفات، في داتا موحدة عنا عاملينها من 6 سنوات كمحافظة جنين مع التنمية الاجتماعية ومع غيره، خوف لعامل أو واحد محتاج لف على 6 مؤسسات أو أكثر يأخذ 6 طرود أو 6 مساعدات، لا وحدنا هذا الإشي على أساس إحنا أكبر عدد ممكن من الناس المحتاجين يستفيدوا. أما المشاريع الصغيرة، كل الدول اللي بتيجي عنا وكل البعثات اللي بتيجي عنا على المحافظة بنطلب منهم مشاريع صغيرة، ولكن سبب عدم وجود هذا الإشي إنه هم ما بيغامروا بمشاريعهم. وقبل يومين كان عندي أنا الممثل الكندي، ما بيغامروا، طلبت منه مشاريع صغيرة، ما بيغامروا بأي مشروع ما دام الاجتياحات الإسرائيلية المتكررة. هل أنتم راضون عن القطاع الخاص وما يقدمه بهذا الخصوص؟ شوف، أول شيء القطاع الخاص إحنا بنحطه على عيننا وراسنا لسببين، طبعا أكثر من سبب. السبب الرئيسي إنه 11 مرة في محافظة جنين تم تدمير البنية التحتية، 11 مرة مخيم جنين لوحده صرنا دافعين عليه 9.5 مليون شيكل. آخر اقتحام واجتياح واللي خرب بيت المحافظة بشكل أساسي، وصاروا نوعية الهدم تختلف، صاروا يهدوا بيوت يعني السوار المحيطة بالمنازل وواجهات المنازل المسكونة. ولكن تطالبون القطاع الخاص بالمزيد، ما رأيك بذلك؟ احنا شوف، القطاع الخاص احنا ما بنطلب منه، هو المبادر لأنه عنده انتماء مثلنا وأحسن. 10 مرات في على مستوى محافظة جنين البنية التحتية، احنا شو بنعمل يا أستاذي؟ بنعمل إشي اسمه إسعافات أولية للشوارع والبنية التحتية. أعتقد إلى الأستاذة سهير، يعني انتقاد جاءكم الآن قبل قليل من الغرفة التجارية، يعني لا يوجد خدمات في المناطق الجبلية، ولكن مجرد دفع ودفع ودفع المزيد من الرسوم دون خدمات بالمقابل، يعني ماذا تردون على هذه القضية؟ بدي أرد إنه المشاريع في وزارة الحكم المحلي طبعا كلها تمويل خارجي، وإحنا داخليا قليل جدا اللي هي بس الرسوم على الطرق وهاي القصص، ما بتكفي إني أنا أخدم كل مواطن بنى على رأس الجبل مثلا، إني ألحقه في شارع وفي كهرباء وفي مي. فهلأ في مناطق اللي هي توجه للتنظيم أو للتخطيط اللي هي مسموح فيها البناء، فيعني احنا مثلا لما بنخطط المخطط الهيكلي وبنحدد انه في مناطق مسموح فيها البناء وبرسوم منطقيه طبعا وسليمه، لا المواطن احيانا بلجا لا بدي ابعد اكثر، او انا براعي انه قطعه الارض اللي انا بملكها بعيده مثلا، او ما بقدر ابني انا في البلد كمان، هذا الحكي بده مصاري، يعني أنا ما بقدر أجيب لكل مواطن شارع وكهرباء ومي ومجاري. فعلماً إنه في كل هيئة محلية حالياً في على الأقل يعني في مشروع شغال
من عن طريق وزارة الحكم المحلي، يعني كل الهيئات المحلية تقريبا مغطية انه فيها مشاريع شغالة بغض النظر هي شوارع او وحدات صحية او مدارس او مي او بغض النظر عن شو هو المشروع، بس حاليا فعلا في مشاريع شغالة في معظم الهيئات المحلية. هلا امكانياتنا هون يعني وصلت، هذا اللي بنقدر عليه. كمان المواطن بده يتساعد، لما انت بنيت مثلا في اخر الجبل برضه بدك تتساعد في شوي من الشوارع، الهيئات المحليه كمان بتساعد في هاي النقطه، يعني انه اذا شافوا اكثر من حدا بنى في هاي المنطقه لا بيفتحوا لهم الشارع، وعلى مسؤوليتها، على مسؤوليه الهيئه المحليه، وكمان المواطن مرات بيساهم. طيب انتقل اليك استاذ عمار ابو بكر قبل الانتقال الى الجمهور مره اخرى للحصول على المزيد من الملاحظات حول الأداء العام في المحافظة. البعض ينتقد القطاع الخاص ويقول يعني تخلوا عن الكثير من العمال في القطاع الخاص، رواتب دون الحد الأدنى للأجور، أقل من 1880 شيكل، معاملة قد لا تكون لائقة في بعض القطاعات في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه المحافظة بشكل عام. ماذا تردون على كل هذه القضايا؟ يعني أول شغلة بدنا نعرف شغلة، إحنا بحالة حرب مش بحالة استقرار. يعني احنا اليوم بحالة حرب، فيش استقرار. جنين بلد كل عمرها بلد موقعها حدودي واعتمادها الاقتصادي على بوابة، وهذا الحكي اللي الاحتلال عودنا عليه، وبالتالي احنا بلد استهلاكية. عندنا عمال تقريبا من 20 إلى 30 ألف عامل كانوا يشتغلوا جوا، كانوا كل يوم هدول يضخوا 10 مليون شيكل على جنين وعلى محافظة جنين. نعم. وبالتالي هذا الشيء كان له تأثير. كان عندنا بوابة اللي عودون عليها الاحتلال عبر كل السنوات، برضو كانت تدخل ما يقارب كل يوم 10 مليون شيكل، فقدناهن. جامعة أمريكية كان عندنا 5-6 آلاف طالب من الداخل، كمان كان هدول سكنات ومصاريف وأهليهم يزورون، وبالتالي القطاع الخاص برضو دوري برضو بشكل كبير، برضو فقدناهن. اليوم تحكي عن أنت الرواتب 60 و50%، كمان هذول كانوا يجهزوا يشكلوا جزء. إذا القطاع التجاري انضرب. اليوم لن تستطيع أن تتحدث عن الحد الأدنى للرواتب، لأنه اليوم المطلوب إنك ترمم. الترميم مجرح ولا مقتول. الترميم اليوم حتى لو شخص ممكن يشتغل ب 1500 شيكل أو ب 2000 شيكل أو ب 1700 شيكل، بهاي المرحلة مجبورين نتجاوز بعض القضايا حتى نقدر نكمل ونمشي. إذا بدك تقيس العاد يعني قد يختلف البعض معك في هذا الموضوع، يعني وتحديدا الحد الأدنى للأجور. يعني الحد الأدنى اليوم إحنا مسكناه هو لحاله، أنا بالنسبة لي برفض إنه يكون أقل من الحد الأدنى، ماشي، لكن الظروف صعبة. برضو التاجر زي ما قال لك كان يبيع ب20 ألف، اليوم ببيع ب1000 شيكل. يعني أنا أحسن ينزل عن الحد الأدنى ولا يروح الموظف؟ هون ما هو في تساؤلات. أحيانا ممكن أنت ترمم بالمرحلة هاي، لكن في مراحل الاستقرار لا لا والله ما مجبور يعطي فوق الحد الأدنى، حتى مش الحد الأدنى، لأنه اليوم حتى الحد الأدنى لا يكفي إنه يعيش العامل أو المواطن حياة كريمة، بتكفيهوش. لكن بقول لك إحنا عايشين في حالة حرب، يعني الموضوع مش سهل. ما عندك اليوم، ما أنت شايف حتى موضوع الرواتب، يعني بكي في التزام بالحد الأدنى 2000 شيكل. لكن أنا على مسؤوليتي بقول لك حتى في المربع التجاري فيش اليوم حدا بيعطي أقل من الحد الأدنى إلا بعض القطاعات، وبدناش نذكرها لأنه بعيد عن القطاع التجاري والمربع التجاري. أنا بخليك تنزل على المربع التجاري وتعمل أنت استبيان وتطلع التجار، ولا يمكن واحد يعطي أقل من الحد الأدنى كتجار، كمحلات تجارية، كمصانع. بالعكس اليوم أغلب الموظفين بأخذوا 100 شيكل اللي بيشتغلوا في المحلات التجارية، وحتى في المصانع نفس الشيء، بس دوروا على قطاعات أخرى ممكن تلاقي. ورغم ذلك ممكن تلاقي سكرتيرة بتشتغل عند طبيب تأخذ 1000 شيكل. ورغم ذلك 1000 شيكل يعني، لكن أنا بقول لك يعني ينفع المواطن الفلسطيني في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب وموجة الغلاء العارمة، طوفان الغلاء يعني الذي يعني يجتاح المدن الفلسطينية كافة نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن. أنتقل مرة أخرى إلى زميلتي أزهار والمزيد من الملاحظات على الأداء العام في محافظة جنين. تفضلي أزهار. شكراً لك نزار. يعني الواضح أنه كثير من القضايا اللي تم طرحها وتطرق لها، سواء كانت في مجال الصحة، في مجال يعني تراجع الاقتصاد، في مجال يعني سلم الأهلي، لكن يعني التحديات واضحة. دعونا نتطرق إلى الحلول الممكنة، وهل هنالك أيضاً مداخلة من قبلك؟ تفضل. يعطيكم العافية. أمجد أبو فرحة، عضو بلدية مرجي بن عامر.
ورئيس جمعية مرجي بن عامر التعاوني للري. أنا بدي أتحدث هون بالأمور الزراعية. إحنا في فلسطين ما عندنا لا صناعات ولا مستوى ثقيلي ولا عندنا دولة بترولية. إحنا أكثر إشي اعتمادنا على القطاع الزراعي. القطاع الزراعي كثير عنده وضع، عنده تحديات، عنده مشاكل كثيرة. إحنا بنسمي منطقة جنين اللي هي منطقة سلة غذاء فلسطين، لأنها هي أكثر منطقة زراعية اللي هي منطقة الشمال، جنين، طول كرم، قلقيلية. في دور على الحكومة إنها تدعم هذا القطاع. في عنا خلينا نحكي بمواضيع اللي هي الأصناف اللي موجودة، يا ريت الحكومة تتعاون مع يعني وزارة الزراعة، تكون أول إشي ميزانيتها أعلى، تتعاون مع المواطنين لاختيار الأصناف الجيدة، لاختيار الأنواع والأصناف. عنا المزارع بيكون بطريقة عشوائية. اليوم البندورة سعرها عالي، بتلاقي كل الناس زرعوا بندورة، بعد فترة بتصير البندورة ما تتصرفش. عندنا مشاكل كثيرة وعلى رأس الاحتلال. أنا بدي أحكي عن نظام التعليم، يعطيكم العافية جميعا. أول إشي عندنا نظام التيمز، إني أنا بدي أجي بدي أفتح لابني وأدرسه الصبح، بلكيش المعلم، يعني بقعد في الساعات أنتظر، خصوصا للذكور يعني المعلم متغيب. وين الأمانة وين المسؤولية إني أنا إحنا كدولة محتلة أهم إشي يكون عندنا نظام التعليم، يعني نظام ممتاز. كمان شغلة إنه بحكي نظام التيمز، إني أنا في عائلات عندهم 5-6 أطفال، يعني من وين أنا بدي أجيب 6 تليفونات أو لابتوب إني أنا أعطي أطفالي؟ يا ريت نلاقي بديل أكثر نجاح وعملي أكثر في هاي المشكلة اللي بتواجهنا إحنا كأمهات. شكراً لكم. نعم، شكراً جزيلاً لك. يعني يبدو أن قضية التعليم تم إثارتها أيضاً، يعني خاصة للأشخاص والعائلات التي يعني لديها أكثر من فرد في العائلة وأكثر من طلب. هل لديك مداخلة يعني أخرى؟ أنا عبد الله بركات متقاعد. حقيقة بشكل إنسان إنه إحنا تحت احتلال ولا لا، كل الظواهر اللي خبتوها وبتكونش تحكوا عنها كلها موجودة في المجتمع. تحكوا عن الشارع، شوفوا الشارع كيف محفر، هذا مش احتلال، محفر عنا احنا بين مدينة ومدينة وبين قرية وقرية، ما حد بيسأل. شوفوا الخلل اللي بيصير في السوق، مش القصة قصة قصة 25 سنة ونحن نحكي بالعربيات، مش معقول. بس بجنين في ظواهر عامة صحيح، حول التعليم بديش حكي، في أشياء كثير نحكي فيها حول التعليم. مع الأسف اسألوا أي مدرس، وأنا أحد المدرسين، انتهى على أبواب أنه ينتهي تنتهي عملية التعليم وفلسفة التعليم من مجتمعنا، بسبب الأخت حكت عن مشكلة الأسرة في التعليم. لا، الأسرة هي المشكلة، كل مشاكلنا في المجتمع الأسرة الفلسطينية. طب ما هي الحلول؟ ما هي الحلول التي تقترحها من أجل تطوير هذا الوضع؟ أنا بدي أحكي لك الحل. نرجع لقيمنا المجتمع. إذا صلحت الأسرة، الأم مدرسة إذا عدتها، عدتها شعبا طيب العراق. إحنا مندورش عرق، إحنا مندور على إن نعيش باحترام. كل الظواهر الموجودة في المدينة انتقلت للقرى وصارت أكثر سلبية في القرى. كل التشفيط والتشبيح والمخالفات والسيارات المسروقة وكل الخلل اللي بيشوفوه في المدينة بطلت تشوفوه في المدينة. تعالوا لقرانا، وأنا بضربكم مثل قرية تفقعة اللي كانت نموذج في التنظيم. لأنه بالمناسبة الحل الوحيد، تعرف شو هو الحل الوحيد؟ التنظيمات شو بتشتغل؟ وين دور التنظيمات؟ شو قاعدين بيشتغلوا؟ في عندنا في رام الله وزارة الدفاع اسمها تعباوي التنظيم، شو بيشتغلوا؟ وين شغلهم هذولا؟ ما حد بيشتغل للمجتمع. نرجع لقيمنا. بعد أنا آسف أطلت عليكم، في أشياء كثير نحكيها بس ما في مجال، حتى في أحيان بتحفظ بالحكي في هذه المواقف. شكراً جزيلاً لك. يعني يبدو أيضاً هنالك تحديات تواجه الأسرة والمجتمع بالنسبة يعني لآرائكم. هل هنالك أيضاً مداخلات أخرى؟ ودعينا نتطرق أيضاً للحلول. أسعد الله أوقاتكم الجميع. سامية لحلوح، مديرة مدرسة في محافظة جنين. في البداية طبعاً قطاع التعليم مثله مثل أي قطاعات التانية في المحافظة، لا شك أنه بيعاني من صعوبات، ولكن برغم من هاي الصعوبات بهمة الأوفياء
من وزارة التربية والتعليم وبهمية المحافظة وبهمة كادر تعليمي مخلص ومنتمي أيضا لعمله، تمكننا من الحصول على مراكز متقدمة في الثانوية العامة. طبعا هذه الجهود أكيد إحنا ما بنحكي عن عالم وردي ما في صعوبات في قطاع التعليم، من 3 سنوات لليوم إحنا بنعاني من صعوبات، صعوبات الكورونا، صعوبات الإضرابات، صعوبات الاحتلال والإغلاقات اللي إحنا بنعاني منها. ولكن في مثل بالعامية بيحكوا أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل. يعطيكم العافية. شكرا جزيلا لك. يعني مداخلة أخيرة، دعينا نتعرف عليك، عرفينا عن نفسك. تفضل. شكرا. شهناز درويش، تخصص إدارة مستشفيات سكان مدينة جنين، وكمان بدرب بموضوع السلامة العامة. أنا بدي أحكي بالنسبة للقطاع الصحي عنا بجنين. هلأ زي ما إحنا بنعرف إنه في عنا اقتحامات متكررة، وكمان للأسف إنه بعرقلوا حركة الإسعافات وإنهم يوصلوا الإصابة للمستشفى، وبنفس الوقت بيقتحموا المستشفيات اللي عنا بجنين. هلأ أنا برأيي بالنسبة للوضع الصحي عنا إنه نأمن حقائب طوارئ، نوفرهم لو بمبلغ رمزي بسيط يكون لكل عيلة، وندرب نعمل على جلسات توعية بالنسبة للإسعافات الأولية، وكمان إنه يكون في عنا عيادة ميدانية أو مستشفى ميداني بالنسبة للقطاع الصحي. بدي أضيف برضو شغلة إذا ممكن على موضوع التعليم. إحنا للأسف التعليم عنا هون أسلوب تلقين، يعني بتلاقي إنه الناس عنا حافظة مش فاهمة، وبعد فترة كورونا الجيل هذا كامل إنه صار جيل كله جيل الأونلاين، وجيل بيعتمد على ناس تانية إنهم يقدموا الامتحانات من خلال الأونلاين، وعشان ينجحوا كلهم بنلاحظ إنه علاماتهم عالية. فبرأيي إنه نرجع لأسلوب الوجاهي ونغير أسلوب منهاج التعليم عنا بفلسطين عشان يكون في عنا جيل قادم وقادر. وشكرا لكم. شكرا لك شهناز. يعني يبدو أن هنالك العديد يعني من القضايا التي تم طرحها من جديد، والتي كانت يعني أبرزها تتمثل في قضية التعليم ومشكلة التي تواجه الطلبة والتعليم في فلسطين خاصة في الأوضاع الأخيرة. يعني هذه كانت يعني أبرز يعني الملاحظات والمداخلات من قبل الجمهور القيم. لنعود إليك نزار. تفضل. شكرا أزهار، وشكرا للجمهور على هذه الحلول والملاحظات القيمة. عد إليك محافظ جنين، هل يمكن للمحافظة اليوم أن تتبنى حل شهناز على سبيل المثال اللي طرحته بتوزيع حقائب إسعافات أولية على الأحياء السكنية وتدريب ناس مؤهلين من أجل يعني توفير الرعاية الصحية والطبية الأولية للمواطنين في المحافظة؟ هل يمكن للمحافظة أن تتبنى هذا الموضوع اليوم؟ أولا شهناز يعني حطت إيدها على الجرح. في عنا احنا كمحافظة اشي اسمه خلية أزمة صحية، مش عاملينها احنا يعني من فترة قصيرة، لا عاملينها من اول ما تفضلوا، لان اجتياحات لمحافظة جنين ومدينة جنين كانت قبل 7 اكتوبر بسنتين تقريبا. بالتالي لا يمكن ان احنا نوفر لكل بيت حقيبة مدرسة حقيبة صحية، ولكن حسب معلوماتنا انه الهلال الأحمر والمستشفيات والجامعات والمدارس والدفاع المدني، بعتقد كل المؤسسات كانت شريكة في عمل دورات إسعافات أولية. وين التركيز اللي احنا قاعدين نعمل فيه بعد ما الجيش الإسرائيلي نسبة دخول الجيش الإسرائيلي لمخيم جنين ومدينة جنين يعني أضعاف 10 أضعاف أو أكثر لدخولهم لباقي المحافظة؟ التركيز بيتم على كل المتفضل الدكتور، كل المراكز الصحية المحيطة في مدينة جنين في القرى والبلدات الكبيرة كلها فيها مراكز صحية على قدر المسؤولية، حتى إذا منعنا من وصول المستشفى جنين الحكومي أو أي مستشفى داخل مدينة جنين ممكن إنك تتوجه لأي مركز صحي على الأقل نعمل له إسعافات أولية. وبالتالي ماذا عن الحلول فيما يتعلق بقطاع التعليم، لأنه الكثير من الملاحظات جاءت قبل قليل حول موضوع التعليم تحديدا؟ شوف، الاجتياحات الكثيرة لمحافظة جنين أثر علينا بنتائج الثانوية العامة، اللي كل سنة محافظة جنين تتصدر 10 الأوائل في الضفة الغربية وقطاع غزة. السنة للأسف محافظة جنين وطول كرم، لأنه تم متشابهات، ولا واحد طلع من 10 الأوائل. ما هي الحلول المقترحة نظرا لضيق الوقت؟ الحلول أولا مثل ما تفضل أخونا عبد الله اللي كان نائب محافظ قبله، وأنا تعلمت منه بأخذ النفس الوطني منه ومن غيره من كل الحضور، إنه الأسرة هي اللي بتعرف وين ابنها بروح وأي ساعة بيسهر برا ومع مين بقعد. وبالتالي اللي حتى هذا انعكس الموضوع يا جماعة على الجامعة العربية الأمريكية، واحنا امبارح الحمد لله يعني بعد 10 أيام
قدرنا ذلنا كل الصعوبات، واليوم أنا كنت الساعة 8 في الجامعة حياة ثانية، لأنه كان التعليم كليات أونلاين، وبالتالي لا يمكن أنك أنت تخرج طالب طب أو طب أسنان أو علاج طبيعي أونلاين، أو واحد يضربك بري أونلاين. أنا مع رسالة لوزارة التربية والتعليم، والدكتور صار هو أكثر الوزراء، هو الحكم المحلي والأشغال العامة والداخلية أكثر وزراء زارونا لمحافظة جنين، وبعتقد أنه دكتور متفهم أنه التعليم الوجاهي هو الأساس في أنه أولادنا ينهضوا. حتى الجامعات يا جماعة اللي برا بالأردن وألمانيا بطلوا يهتموا في نتائج الثانوية العامة عندنا ما دام إحنا قاعدين نتراجع. لهذا السبب من خلال منبركم، من خلال منبركم، أنا مع التعليم الوجاهي مهما كلف. يوم واحد تعليم وجاهي أحسن من شهر تعليم. نظرا لضيق الوقت أنتقل إلى الأستاذة سهير، يعني ما هي اليوم الحلول المطروحة من قبلكم من أجل وضع حد لكل هذه المخالفات التي تحدثت عنها قبل قليل، التي تضرب السلم الأهلي بشكل كبير؟ ما هي الحلول المنطقية والقابلة للتطبيق في هذا الموضوع؟ إحنا حاليا في وزارة الحكم المحلي منتبع ما يقارب 20 مخطط هيكلي. يعني الأخ سأل عن المخططات الهيكلية أنه مسموح أو مش مسموح، لا فعلا إحنا حاليا عندنا 20 مخطط هيكلي قيد العمل، وفي أولوية طبعا اللي ما إله مخطط هيكلي في عندنا أولويات، وطبعا أول أولوية اللي هي بلدية مرج بن عامر، لأنه فعلا 10 قرى وبحاجة ماسة لمخطط هيكلي. المخططات الهيكلية بتحل مشاكل كبيرة، مش بس الترخيص والبناء أو الأراضي الزراعية، لا كمان بتحل مشاكل المستقبل، لما أنا بدي أزفت شارع بدي أعرف وين أروح. بتحل مشاكل بين المواطنين، إنه هذا الشارع مصادق أو بقدر أفتحه، مش مصادق ما بقدر أفتحه. فجهودنا كثير كبيرة إحنا كوزارة وكمديرية، ومديريات طبعا كل مديريات الضفة بتشتغل على المخططات الهيكلية. 20 مخطط قيد العمل حاليا، وإن شاء الله بتمشي الأمور بسلاسة. طيب ننتقل إليك أستاذ عمار أبو بكر، يعني ما هي الحلول اللي بتقترحوها في الغرفة التجارية من أجل يعني تطوير الواقع الاقتصادي في المحافظة ولو بشكل محدود؟ نعلم الوضع بشكل عام صعب. يعني الحلول عربنا جست تستغرب من هالإجابة. طلع اليوم تيجي تسأل واحد كله شو خطتك المستقبلية لاقتصادك، صعب تراهن على وضع أو ظرف. كنا قبل نعمل مهرجانات تسوق نشغل فيها، كنا قبل نزور منشآت، كنا قبل نفتح أفق خارجية. اليوم الظرف تبطرش تعمل أي خطة مستقبلية حتى لتاني يوم، لأنه أنت بتنام على شيء بتصبح على إشي تاني. لكن هنا منحاول بكل جهدنا، بس إحنا كقطاع خاص وكغرف تجارية أو كغرفة تجارية بس ساهمنا في تسفيت الشوارع. ليش؟ مش عشان المواطن يثبت في أرضه ويضل موجود في أرضه وما يزكش وما يتعبش، مش عشان التاجر يقدر يصل للمدينة ويقدر يتنقل بحريته على الكليل. تعرف أكثر من مرة زفتنا الشوارع داخل المربع التجاري وداخل الطرق الرئيسية. ليه؟ لأنه المواطن إذا ظل ينزل على المربع التجاري في ظل الشوارع سيئة، وبالتالي بيأثر على الواقع الاقتصادي. إحنا اليوم بنحاول نثبت المواطن على أرضه، سواء مخيم سواء مدينة سواء ريف، وهذا شيء مهم إنه نقدر نتكاتف حتى المواطن يثبت أرضه، لأنه اليوم رأس المال ما بدنا يهاجر لبرا، بدنا يضل موجود في الوطن ويحافظ على هذا الوطن. موضوع المنطقة الصناعية اللي ذكرها إنه ممكن تزعل، لا أنا بالنسبة لي وين موجود المنطقة الصناعية كقطاع خاص مجبور أدعمها، لأنها قال أنها تبتلع 3000 دولم من الأراضي الصناعية. لا هي 1000 دولم، 955 دولم بالضبط المنطقة الصناعية وليس 3000 دولم، 955 دولم، والشريك فيها الحكومة وليس هي على أراضي زراعية. الشيء اللي عمل المنطقة الصناعية الحكومة مش الغرف التجارية، لكن إحنا بما إنه هي موجودة أرض الواقع كان مهمتنا تسهيلها، وبالتالي احنا عندنا اليوم بطالة في موضوع العمال، وصار اعتمادنا فقط على العمال على الداخل. كيف بدك تتكلم من نسبة البطالة؟ من خلال إقامة مصانع مشاريع. نعم، وصلنا إلى ختام الحلقة الأولى من برنامج صوتكم مهم. في نهاية هذه الحلقة نشكر محافظ محافظة جنين كمال أبو الرب، وأشكر مديرة التخطيط والتنظيم في مديرية الحكم المحلي في محافظة جنين السيدة سهير نعجي، ورئيس الغرفة التجارية في
محافظة جنين عمار أبو بكر، كما أشكر هذا الجمهور المتنوع الذي شارك معنا من مختلف القطاعات في محافظة جنين. شكرا لكم جميعا، هذه تحياتي نزار حبشوي، إلى اللقاء.